الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اوفنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم به كان ما كان وبه يكون ما يكون وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وارفعن الوالدين المصطفيين المجتبيين صديقين الشهيدين سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وسيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها وعطيهما من الرضوان حتى ترضيهما واجزهما اللهم فضل لما جازيت به أبا وأما ولدهما جزاء بقدر اللهم ذاتك في كل وقت وحين وارحم والدينا ما هم يا أرحم الراحمين وأصلي أولادنا وأهوالنا في الدنيا ويوم الدين عدد ما علمت وزنة ما علمت ومل ما علمت يا رب العالمين الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم في كل وقت وحين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خلق كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ودوام ملكه جزا الله عنا نبينا وسيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما هو أهله عدد ما في علم الله ودوام ملك الله اللهم رب الهل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لي سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منا تحية وسلامة اللهم أبلغ لي خلفاء الراشدين فضلا سيدنا ومولانا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وزوجها ستنا وسيدتنا ستي رقية أم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستي أم خلدهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة وسائر صحابة أجمعين وتابعين وتبع تابعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين بإحسان رضوان الله تعالى أجمعين فضلا وغفر الله لهم كل الدهر والهين السيد عبد القادر محي الدين الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا مولانا سلطان العارفين السيد احمد كبير رفاع العظم وسيدنا مولانا خواجه قطب الهند طاهر خواجه معين الدين جستي الاجمير سنجر الله تعالى وسيدنا مولانا القطب الاكبر والغود الاسر سيدنا ابو الحسن علي شاد الامام الله تعالى وسيدنا مولانا سلطان سيد باسان رضي الله تعالى منا تهين دوسنا وسيدنا مولانا قطب الكبير خواجه سيد محمد بهاء الدين نقشبندي الله تعالى وسيدنا مولانا شاه الحميد السيد عبد القادر اولياء الله انه سري الله تعالى وجدنا الكريم مادي رسول مداد شيخ صدقة الله أبار الله وإخوانه ووالده شيخ سليمان أولياء الله وجده صدقة دينينا أبار الله تعالى وأولاد كريم رضوان الله تعالى من جميع وجدنا الكريم قطب الوجود السيد محمد البحار الجلال الجزيل الله تعالى السيد محمد جبل الحلرمين الله تعالى السيد محسن المقابل المدني الله تعالى الشيخ محمد ساري بلبل نسكر قاهر الله تعالى وخليفتنا عودنا شيخنا فخرنا مولادنا مربنا فريد دهر ويدي سيدي مولاي مولا الكم أبو أحمد السيد عمر بن سيد عبد القادر محمود أولياء الله الله وأولاد كريم أبي صالح السيد عبد القادر تيكا صاحب القاهر السيد عبد القادر تيكا صاحب الكركري وخلفاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وجدنا الكريم السيد محمد تيكا صالح ولي الله الله وشيخنا العظيم أبو أبي يوسف السيد يوسف البياني أولياء الله الله وأولاد كريم وخليفة الكريم أبو محمود السيد عبد الرحمن بخاري مولانا الله وسيدنا مولانا قطب الدين محمود سليمان لبي علي مولياء الله الله وسيدنا مولانا قطب الكبير قطب الربان السيد عبد الشكر جيلاني دربا بار رضي الله عنه وإخوانه من الأقطاب والأوتاد والأبدال والأولياء والعلماء والشهداء الصالحين رضوان الله تعالى أجمعين اللهم أبلغ لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن لهم حق علينا ومن نوينا ومن أوصانا بالدعاء
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة رضوان الله تعالى جميعا. فضلنا أخينا الكريم محمد مير ألبي سليم بن جعفر صادق بن محمد مير ألبي بن شيخ عبد القاسم أولياء الله رضوان الله تعالى أجمعين. اللهم اكتبهم عندك في المحسنين واجعل كتابهم في إليين وخلفهم في أهلهم في الغابرين ولا تهرمنا أجرا ولا تفتنا بعدهم. اللهم ارحمهم وارفع درجتهم. اللهم ارحمهم وارفع درجتهم. اللهم ارحمهم وارفع درجتهم. اللهم اجعلهم رفقاء محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة الفردوس وارزقهم لك وجه الكريم أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم رفقاء محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة الفردوس وارزقهم لك وجه الكريم أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم رفقاء محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة الفردوس وارزقهم لك وجه الكريم أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بحرمة أول كتب الكتاب سيدنا إمام حسن الله تعالى وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نجنا من الغم الذي نهن فيه. نجنا من الغم الذي نهن فيه. نجنا من الغم الذي نهن فيه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اقضِ حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اقضِ حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ما عند له أهلهم إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اقضِ حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ما عند له أهلهم في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا سترك الجميل. اللهم استرنا سترك الجميل. اللهم استرنا سترك الجميل. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا مهيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واكفنا بفضلك من سواك. اللهم اكفنا بفضلك من سواك. اللهم اكفنا بفضلك من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما دام نورينيل ارزق النبي خير الدنيا والدين. Yeah.
الله.